بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، يتجدد لقيانا في درس من دروس التربية الإسلامية، مدخل التزكية، سورة الكهف، الآية 82-98. سنحاول من خلال هذه الآيات أن نتعرف على قصة الملك العادل الذي ذكر في القرآن الكريم، ألا وهو ذو القرنين. الوضعية المشكلة: بعد أن قص الله تعالى قصة موسى والخضر عليهما السلام وما فيها من الدروس والعبر والعظات، انتقل بنا سبحانه إلى قصة ملك صالح حكم المشرق والمغرب، وذلك بما آتاه الله من إيمان وعلم وخبرة، فقهر الظلم وساد العدل في عهده، وعاش الناس في سلم وأمان. فمن هو هذا الملك الصالح، وكيف قهر الظلم في عصره؟ نصوص الانطلاق. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنا، وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد حطنا بما لديه خبرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذا القرنين، إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم، سنحاول أن نشرح الكلمات المفاتيح الموجودة في هذه الآيات سببا علما وطريقا يوصله إلى مراده الحسنى الجنة. مكنا له في الأرض، سخرنا له كل أسباب النصر، عين حمئة كأنها تغرب في عين حمراء جهة المغرب حسب ما تراه العين، وقيل عين البحر الأسود، عذابا نكرا عذابا فظيعا منكرا، سترا حجابا أو ساترا من اللباس أو البناء أو السقف، خبرا علما شاملا بين السدين، هما جبلان بمنقطع ببلاد الترك، يفقهون يفهمون، خرجا قدرا من المال تستعين به في البناء، سدا حاجزا فلا يصلون إلينا، ردما حاجزا حصينا متينا، يأجوج ومأجوج قبيلتان من ذرية يافت بن نوح، زبر الحديد قطع الحديد العظيمة الضخمة، الصدفين جانبي جبلين، قطرة نحاسا مذابا. مضمون الآيات الكريمة، تبين الآيات أن ذا القرنين قد أعطاه الله ملكا عظيما، فأخذ طريقا حتى وصل إلى أقصى المغرب، فوجد الشمس في منظرها عند الغروب في البحر المحيط كأنها تغرب فيه، وقد وجد عندها قوما، فظهر عدله وإيمانه بأن عاقب من استمر على كفره وشركه، وأحسن معاملة من تابعه في عبادة الله وحده. سلك طريقا فصار من مغرب الشمس إلى مطلعها، وكلما مر بأمة غلبهم ودعاهم إلى الإيمان بالله، فإن أطاعوه أحسن إليهم، وإن عصوه استباح أموالهم وأمتعتهم، حتى انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض، فوجدها تطلع على أمة ليس لهم بناء يحميهم، ولا أشجار تضلهم، ولا ملابس تسترهم، ولا ملابس تسترهم من الشمس، ففعل معهم كما فعل مع الأمم السابقة. اتخذ طريقا من مشارق الأرض حتى إذا وصل بين جبلين بينهما فتحة كبيرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك، فيفسدون ويهلكون ما يجدونه، وقد وجد عندهما قوما لا يكادون يفقهون الكلام إلا ببطء شديد، وقد أعطاه الله من العلم والموهبة ما يستطيع به أن يتفاهم مع جميع الأمم التي التقى بها، فطلبوا منه أن يحميهم من إفساد وغدر قبيلتي يأجوج ومأجوج، وسيقدمون إليه ما يحتاج إليه من مال، فاستغنى عن أموالهم بما أعطاه الله، وطلب منهم أن يعينوه حتى يجعل بينهم وبين أعدائهم حاجزا منيعا متينا. تحليل المعنى الإجمالي للشطر القرآني، تناولت الآيات قصة الملك الصالح العادل ذو القرنين الذي سخر الله له كل أسباب النصر من علم وإيمان وخبرة، فساد العدل في عصره مغرب الأرض ومشرقها، وبنى سد يأجوج ومأجوج فكف أذاهم وشرهم عن الخلق، واختتمت الآيات بذكر مشاهد من يوم القيامة ومصير الكافرين المعرضين عن الذكر والهداية. الدروس المستفادة من الآيات الكريمة، العلم من أهم وسائل التقدم والرخاء، وضرورة مساعدة الضعفاء والأخذ على يد المفسدين والظالمين، الاستغناء بما عند الله عما في أيدي الناس، والرضا بما أنعم الله به علينا. يجب على الشعوب أن تعاون حكامها على تحقيق الأمن والعدل والمساواة وتقدم البلاد ورقيها. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء آخر في درس جديد، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.